أهلا بكم من جديد. عندما اندلعت حرائق الغابات في الجزائر في الغابة المحيطة بإحدى القرى في محافظة بجاية شمال شرق البلاد، لم يتمكن الإخوان خلف وليزيد إلا أن يبعد عائلتيهما عن المنزل وتركه لتلتهمه ألسنة اللهب. مئات الجزائريين أصبحوا بلا مأوى بسبب أسوأ حرائق البلاد في الذاكرة. مساحات شاسعة أكلتها النيران، ما أسفر عن مقتل العشرات. خلاف ولا يزيد، شقيقان متقاعدان كانا يعيشان في هذا البيت مع زوجتيهما وأطفالهما عندما اندلعت النيران. فجأة وجدنا أنفسنا محاطين بالنيران، لم نتمكن حتى من التدخل، وفضلنا إخراج الأطفال لتجنب الخسائر البشرية. بالنسبة للخسارة المادية لم يكن باليد حيلة، كان من المستحيل إنقاذ أي شيء. استسلمنا جميعا إلى أن وصل رجال الإطفاء متأخرين ولم يتمكنوا من فعل شيء. المنازل متضررة والجدران متصدعة معفرة بالهباب والسخام، ومن الصعب على من شاهد اندلاع النار بأم عينيه أن يصف هذه اللحظة المرعبة. وصلت النيران إلى السماء ولم يكن هناك ما تهاجمه سوى العشب الجاف، فوصلت النار إلى النوافذ والإطارات والتهمت الجدران والطلاء. لا أعرف كيف أشرح هذا، نحن لسنا خبراء، الصور كافية وليس لدينا ما نضيفه، لقد فقدنا كل شيء. التعويض وإعادة الإسكان من قبل الحكومة أمل خلاف ولا يزيد، وإلى أن تنفذ الوعود تعيش العائلتان على التبرعات من الغذاء والأدوية والبطانيات من منظمات الإغاثة المحلية.